السلام عليكم. درسنا اليوم في الرياضيات إنشاء الزوايا بالنسبة للسنة السادسة من التعليم الابتدائي. نبدأ. إذن أهداف الدرس: تعرف مكونات الزاوية وأنواعها، نعم، ثم قياس الزاوية باستخدام المنقلة. نعم، إنشاء زاويتين متقايستين. ثم تعرف وإنشاء منصف زاوية. نبدأ طبعا بنشاط الحساب الذهني. إذن أكتب بالأرقام 3 أعشار و5 وحدات، هي 5.3، ثم أكتب 34 جزء من 100، صفر فاصلة 34. أحسنتم. نشاط آخر: 81 جزء من 114 وحدة، إذن هي 14.81. نعم، الآن النشاط الأول، لاحظوا الشكل. إذن ما اسم هذه الزاوية؟ اسم الزاوية هو، إذن نقرأ، A O B. إذن اسم الزاوية هو A O B، هكذا الزاوية. رأسها هو O، رأسها هو O. الآن ضلعاها هما نصفا المستقيم OA و OB. نعم، الآن قياسها بالدرجات، هكذا، لاحظوا. إذن نستعمل المنقلة ونقرأ القياس هنا. إذن هنا 0 وهنا 180. إذن قياس الزاوية بالدرجات هو 180. 180. نعم، الآن نوعها هي زاوية مستقيمة. مثال ثاني، لاحظوا. إذن اسم الزاوية هو EGH. EGH اسم الزاوية. رأسها هو G. الآن ضلعاها هما نصفا المستقيم GH و GE. نعم، الآن قياسها بالدرجات كيف؟ طبعا نستعمل المنقلة
ونقرأ هنا لدينا 0 وهنا لدينا 90. إذن قياسها بالدرجات هو 90 درجة. 90 درجة. الآن نوعها هي زاوية قائمة. زاوية قائمة. لاحظوا هنا، إذن اسم الزاوية هنا هو KLM. KLM. ورأسها هو L. رأسها L. الآن ضلعاها هما نصف المستقيم LM وLK. نعم، الآن قياسها بالدرجات. قياسها بالدرجات هو أقرأ هنا 0 وهنا أقرأ 35. إذن أقول قياس الزاوية بالدرجات هو 35 درجة. 35 درجة. إذن نوعها نقول بأنها زاوية حادة. زاوية حادة. مثال آخر، إذن اسم الزاوية هو اسم الزاوية هو جي أو اف، ورأسها هو أو. رأسها أو، وضلعاها هما نصف المستقيم أو اف و أو جي. نعم، قياسها بالدرجات. إذن طبعا نستعمل المنقلة وأقرأ القياس هكذا، هنا 0 وهنا لاحظوا 135. 135. إذن قياسها بالدرجات هو 135 درجة. الآن نوعها نقول هي زاوية منفرجة. زاوية منفرجة. نستمر. الآن النشاط الثاني، ارسم زاوية X و Y تقايس الزاوية U A V. نعم، إذن أولا أرسم زاوية UAV وأقيسها بالمنقلة. إذن أقيسها بالمنقلة، ثم أرسم زاوية X أو Y لها نفس قياس الزاوية UAV باستعمال المنقلة. لها نفس القياس. نعم، نستمر.
الطريقة الثانية، إذن أرسم قوس باستعمال البركان. القوس طبعا، القوس تبدأ من أ ثم أرسم الضلع أو إيغريك وأرسم قوس لها نفس قياس القوس السابقة. نعم، أمر. بعد ذلك أقيس المسافة U V بالبركان. ثم أرسم قوسا انطلاقا من Y باستعمال نفس فتحة البركان. هكذا. وبعد ذلك أرسم الضلع O X. إذن أرسم الضلع O X هكذا، وأكون قد رسمت زاوية X O Y تقايس الزاوية U A V. ده الآن التمرين الثالث. ده أرسم منصف الزاوية. الزاوية X O Y. لاحظوا. ده أولاً أرسم قوس انطلاقاً من O. هكذا. ثم أرسم قوس ثانية انطلاقا من Y، وبعد ذلك أرسم قوس ثالثة انطلاقا من X فأحصل على نقطة M. إذن أرسم منصف الزاوية X O Y وهو المستقيم O M هكذا. نعم، لنستمر. سنمر إلى نشاط 4. إذن أنشئ الشكل الثاني. أنشئ الشكل الثاني. تابعوا. ثم السؤال هو قياس الزاوية A O D. السؤال هو قياس الزاوية A O D. إذن أولا سوف أنشئ الشكل هكذا. إذن أرسم المستقيم O B ثم أرسم الزاوية B O C باستعمال المنقلة هكذا. الزاوية قياسها 30 درجة. إذن أنشئ زاوية C O B قياسها 30 درجة. ثم أنشئ زاوية D O C قياسها 90 درجة. هكذا باستعمال المثلث الكوس عفوا. ثم بعد ذلك لاحظوا، إذن أحصل على الشكل. لدينا الزاوية BOC قياسها 30 درجة والزاوية CO
او دي قياسها 90 درجة والزاوية ا او دي قياسها لا نعرفه، يجب ان نبحث عن قياس الزاوية ا او دي. هكذا انتبهوا ماذا افعل. اذا نعلم بان قياس الزاوية ب او سي زائد قياس الزاوية C O D زائد قياس الزاوية A O D يساوي 180. إذن من هنا قياس الزاوية A O D يساوي 180 ناقص قياس الزاوية B O C ناقص قياس الزاوية C O D. إذن قياس الزاوية A O D يساوي 180 ناقص 30 درجة ناقص 90 درجة، إذن يساوي 40 درجة. إذن قياس الزاوية A O D يساوي 40 درجة. إذن نشاط آخر، نشاط 5. إذن أرسم نصف المستقيم O Y مماثل نصف المستقيم O X بالنسبة للمحور O A. ماذا يمثل نصف المستقيم O A بالنسبة للزاوية X O Y؟ نعم نبدأ لنرسم. إذن أولا أرسم نصف المستقيم أو إيغري. كيف؟ إذن أرسم صورة النقطة إكس هكذا. إذن أحسب عدد المربعات 1 2 3 4، ثم هنا أحسب عدد المربعات 1 2 3 4 هكذا وأرسم النقطة Y، ثم أرسم نصف المستقيم O Y هكذا. نعم لنستمر. الآن أقيس الزاوية X O A. باستعمال المنقلة هكذا و قياسها 15 درجة، ثم أقيس الزاوية A O Y وأقرأ باستعمال المنقلة طبعا وأقرأ كذلك 15 درجة. إذن أقول ألاحظ ماذا؟ بأن الزاوية قياس الزاوية X O A يساوي قياس الزاوية A O Y. الزاويتان معا متقايستان. إذن أقول الزاويتان متقايستان. انتهى درسنا اليوم، إلى اللقاء.